هلو جايز، هاي، كيفكم؟ كثير منكم سالتوني عن الدايت بلان تبعي واللايف ستايل، يعني الهيلث لايف ستايل تبعي، يعني شو بعمل شو باكل. سو اليوم قلت بخبركم، وبليز قبل ما تكملوا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعه اليوم وتعملوا لي فولو على انستغرام. يلا ليتس جو. انا ماني دكتوره وماني دايتيشن، بس انا عم بعطيكم ماي بيرسونال اكسبيرينس وشو بعمل انا. سو بليز اذا جربتوا تعملوا مثل ما بعمل انا وما زبطت ما تعصبوا مني، لانه انا جسمي هيك بيمشي، بس انه دائما بتسالوني سؤلت بخبركم شو بعمل وشو باكل. اول رول لحالي بعمله بالدايت بلان تبعي انه ما بمنع حالي من شيء. الواحد بيقول انه لما بياكل سويتس بينصح، صح، كثرت كل شيء بينصح، بس انا جسمي بركه غير وكل واحد جسمه غير. وفيكم تعملوا intolerance test by the way لتقدروا تعرفوا شو بيأذيكم إذا بدكم وشو بينصحكم شو ما بينصحكم. أنا عملت هيدا التست اللي استنتجته هو إنه أنا السويتس ما بينصحوني، كترتهم أكيد مبلا، بس إنه أنا كل يوم لازم أكل dessert أو cake أو cookies أو brownies أو كل يوم. أنا بلاقي إنه بيسرع الميتابوليزم تبعي، إنه أنتوا مثلاً فيكن تاكلوا 7 مرات بالنهار قصص صغار، مثلاً لبن صغيرة، ترجعوا تاخدوا أورنج جوس، كوكي، رايس كيكس، غدا، فروت، قصص هيلثي، وفيكن تفوتوا فيهم شوي سويتس. هلا معقول أنتوا تنصحوا كتير من السويتس، بس أنا لا. أنا اللي بنصحني أكتر شيء هو الكاربز. بعرف قلتلكم ما لازم تمنعوا حالكم من شيء، بس أنا الكاربز ما بهضمهم، يعني ما باكل باستا، ما باكل بيتزا، ما باكل خبز، باكل بطاطا بس مش مقلية، بلقمش أمرار شوي بس ما كتير. وإذا أكلت باستا أو بيتزا وهيك باخد عن جد لقمة لما أقول إنه يا الله اشتقت ويا الله بدي أكل. سبورتس كتير إسنشل، أنا بعمل سبورتس مرتين بالجمعة مع بيتي. سو إذا بدي أعطيكم schedule of my day شو باكل رح قلكم. فأول شيء أنا ما بتروق، اللي هو ما منيح أبداً، لأنه الترويقة أهم ميل بالنهار. بشرب قهوة instead أو لبن عيران. برجع بنتو لوقت الغداء، بكون أنا تكنيكلي فقت على الساعة 10 أو 11 أو 11 ونص، بمشي حالي لساعة 1:30 2 بلا أكل. برجع على 1:30 2 بتغدى عادة كذا شغلة، ما بحب أكل نوع واحد، يعني إذا عم بأكل بروتين يعني لحمة أو دجاج برجع بأكل معهم مثلا خضرة مشوية، وبحط لهم أكيد زيت زيتون وملح وثوم واللي بدكم إياه بس ليصير طيب. أكيد باكل أمرار سوب معهم أو سلطة، أو أهم شيء عندي إنه أخلط فيجيتابلز وبروتين، أنا بعيش على الفيجيتابلز وبروتين. أمرار بفوت فيهم شوية بطاطا بيغيه، يعني البطاطا اللي ما بزيد عليهم زبدة، شوية حليب. برجع بعد الظهر برجع بشرب قهوة أو باكل ديزرت، بعدين بصير وقت العشاء. العشاء كمان برجع باكل مثل ما تغديت. في عالم بيقولوا ما بيسوى تقله، صح، ما بتقل بس باكل مثل ما باكل على الغداء، ما باكل بورشنز كبار، هيدا كتير 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 مهم تاكلوا بورشنز صغار دايما. وخضرة أجوجو، يعني كله خضرة قد ما بدكن. وزيادة عن كل هيدا مثل ما قلت سبار كتير مهم، لأنه بيسرع الميتابوليزم تبعكن وبيخليكن دايما فت. تفتح شوي القبلية بس عادة فيها تفتح على قصص حالتي. سو هيدا هو الدايت بلان تبعي، شو باكل شو بعمل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصايح اللي عطيتكم اياها، واذا عندكم اسئلة بليز فيكم تبعتولي وتسألوني. عملوا سبسكرايب للشانل تبع لوليا وعملولي فولو على انستغرام، و I will see you، بشوفكم فيديو الجاي.